نقطة تانية اللي حضرتك قلتيها، كان بعض حتى من لا يجيدون أوليات العلم يجلس ساعتين عمره ما قال لا أعلم ولا هبحث ولا هرد غدا. ده الصحابة كان الرجل يذهب إلى ابن عباس يقول له اذهب إلى عائشة، ويذهب إلى عائشة يقول له اذهب إلى ابن عمر إلى ابن مسعود، يلف على أكثر من 20 صحابي حتى يعود إلى المسؤول الأول. لأن أجراءكم أجراء الناس على الفتوى أجراءهم على النار. وإذاك بقول لإخواننا حتى لو أنت خدت الرخصة لا تسرف في استعمالها ولا تسيء استعمالها. مش معنى أنك أنت عندك مساحة أنك تطلع أنك تعرض نفسك وأنت غير مؤهل. ولذلك في العرض اللي أنا اقترحته في أخبار اليوم المنشور غدا، أنا أفضل ولا ألزم. شوف والله حضرتك في فرق بين أفضل وبين ألزم. وأقترح أن برامج الفتاوى، وده رسالة بوجهها، اقتراح للمجلس الأعلى للإعلام، اقتراح أن برامج الإفتاء تكون مسجلة. لماذا؟ دي مسجلة ما حتى يكون هناك فرصة للبحث في يعني في أكثر من فرع في بفتاوى مؤكدة. لعدة نقاط. أولا، ما أصابنا من بلبلة الفتوى في الفترات السابقة كان كوارث، هذا جانب. وضرء المفسدة مقدم على جلب المصلحة، وليس في تأخير الإجابة إلى اليوم التالي مضرة. واللي مستعجل يطلع على دار الإفتاء أو لجنة الفتوى بالأزهر. يعني لو واحد مستعجل يتوكل على الله أو يدخل على باب الفتوى الإلكترونية الشخصية اللي مش على الهوى، يعني عنده مساحة يطلع لجنب دار الإفتاء أو دار الإفتاء بالأزهر أو يدخل على الفتوى الإلكترونية. إنما اللي مش مستعجل، الحاجة الثانية، سقطات اللسان وزلات اللسان، حتى لو المفتي سبقه لسانه يمكن في المونتاج يعدل سبق اللسان أو يلغيه ويراجع المسألة في كتب الفقه. ولذا أنا أوجه اقتراح إلى القنوات الفضائية وإلى المجلس الأعلى للإعلام بأن تكون برامج الفتاوى مسجلة. طيب، عشان الوقت معالي الوزير، عايز أسأل حضرتك على يعني سؤال من استعراضنا للبيانات الخاصة بافتتاح حضرتك لعدد من المساجد، وجدنا مثلا تم افتتاح ما يخرج من 252 مسجد، فرش ما يخرج من 450 مسجد، وهذا بالتأكيد عمل جيد ورائع يعني. ولكن البعض بيقول أن هناك حاجة إلى المدارس بشكل أكبر، إلى المستشفيات بشكل أكبر، وأن هذا أيضا هو صدقة جارية. طيب، أنا حتى لو أطيل على حضرتك هختصر بشدة شديدة جدا الإجابة في نقطتين. النقطة الأولى، فعلا بفضل الله عز وجل إحنا خلال 3 شهور بنفتتح 252 مسجد، منهم 101 مسجد من تنفيذ الوزارة و2 مسجد مشترك وزارة وجهود ذاتية والباقي تبرع. وأعلننا النهاردة إن خلال شهري أكتوبر ونوفمبر هيتم تجديد فرش 450 مسجد زائد 400 مسجد في شهر ديسمبر، يعني 850 مسجد إما فرش جديد أو تجديد فرش خلال 3 أشهر. وهذه نقلة غير مسبوقة ولا حتى في أي دولة استطاعت أن تفعلها في مثل هذا التوقيت القصير. دي ليها حاجتين. أنت سألت نقطة موضوع المدارس. أولا، نحن لا نبني مدارس مساجد جديدة على الإطلاق إلا للضرر القصوى. إجمالي المدارس التي اعتمدناها في موازنة 17-18 على مستوى الجمهورية من أقصاها إلى أقصاها كبناء مساجد جديدة، ثلاثة مساجد فقط. ثلاث مساجد جديدة فقط. فقط على مستوى الجمهورية كلها. واحد في وسط سيناء تحديدا واثنين في الوادي الجديد. طيب ليه؟ لأننا لا نبني أي مساجد جديدة إلا في المجتمعات العمرانية الجديدة أو في منطقة جديدة ليس بها مسجد وفي حاجة ملحة وضرورية إلى المسجد والناس ما مشتاقين مكان يصلوا فيه. طيب، نيجي بقى طب الشغل ده كله إيه؟ إحلال وتجديد للمساجد اللي كانت ثروة، كانت يعني تركة مثقلة في مساجد كان لها 20 سنة 21 سنة 18 سنة مغلقة. فإحنا بنعمل إحلال وتجديد للمساجد التي كانت مغلقة ومعطلة. هذا جانب. لكن انا بقول سؤال للناس، اقول القريه فيها 7-8 مساجد وكافيين، اي حد اقول له قدامك حل من الاثنين. لو انت مصر تعمل مسجد، لو انت مصر، لا ما تعملش في القريه زياده عن الحاجه، تعال خد مسجد احلال وتجديد في قريه محتاجه مسجد. طيب، لكن ومع ذلك قلت باكد عبر برنامج حضرتك، لو القريه او المكان المساجد كافيه وفي حاجه الى مدرسه او مستشفى، فبناء المدرسة مقدم على بناء المسجد طالما إن الحاجة إلى المدرسة. صحيح. وبناء المستشفى هذه تحقق المنفعة العامة وتمثل صدقة أيضا.
وبناء المستشفى مقدم على بناء المسجد هنا، طالما ان المساجد كافية والحاجة الى المستشفى، فحيث تكون الحاجة حيث تكون الحاجة يكون الثواب اعلى. لكن هل نحن نستطيع واحد مصر يبني مسجد اقول له ما تبنيش؟ بقول له تعال ابني في المكان اللي محتاج المسجد، لكن لو منطقتك محتاجة مدرسة ولا تحتاج الى مسجد فالمسجد اولى. النقطة الثانية والاخيرة اللي اختم بها الحديث، احنا ليه عملنا النقلة دي سواء في تدريب الدعاء؟ وبالمناسبة على برنامج حضرتك برشح حضرتك والسادة المشاهدين، احنا مش فقط في المباني، احنا افتتحنا 114 مدرسة قرآنية بتحفظ قرآن بالمجان، واحنا هندفع يعني مقابل للمحفظين، وبنستهدف 500 مدرسة قبل شهر 6 القادم، زائد 500 مدرسة علمية عشان اولادنا لا يقعوا في ايدي المتطرفين. هو ده اللي احنا عايزينه بالظبط يا معالي الوزير، هو ده اللي احنا عايزينه. يعني المبنى ليس مقصودا لذاته، وانما مقصود لما بعد المبنى. اهيئ المكان اللي اجيب الاولاد احفظهم فيه القران، اللي اعمل مكان للبر. لا وفهمه ما الذي تعني الايات، يعني احنا امام شباب بيتم تجنيده في جماعات مسلحه ارهابيه بافكار مغلوطه. النقطه اللي هختم بها بعد اذن حضرتك، هذه الجماعات المتطرفه الضاله المضله، وعلى راسها الجماعات جماعه الاخوان الارهابيه وكل الجماعات المتطرفه، بتسوق نفسها على انها حاميه دين الله، وان الدول لا تريد دين، وان هم اللي عايزين دين ربنا. صحيح. واذكر لك النموذج القصه القصيره دي، التقيت باحد الساده الضباط المحترمين اللي خدموا في سيناء. قال في يوم من الايام انا راكب دبابه في مأموريه، فلقيت واحده سيده كده بتحط يعني بتخبئ شيء في الرمل امام الدبابه. ماذا يخطر في ذهني او في ذهن اي حد؟ انها ستضع لغما او متفجرات. قال انا بسرعه خليت السائق وقف الدبابه ونزلت، قلت لو ربنا اكرمني وانتزعت اللغم فضل من الله، والا يبقى انا والست وافادي هذه المأمورية بالكامل. فقال انا فوجئت بان هذه السيده ارتضى، الى ما مديت ايدي طلعت ايه؟ مش طلع لغم ولا متفجر ولا حاجه، طلعت مصحف. فسالت الست ايه اللي انت بتعملي ده ليه؟ حط المصحف كده ليه؟ قال لقيت الست مرعوبه وبتسالني مش انتوا اللي بتلاقوا معاه مصحف بتقتلوه؟ فيسوق لها الارهابيين ان الدوله دوله كافره، وان المجتمع كافر، وان المجتمع جاهلي، وان يكره الدين ويكره الاسلام، ويقعدوا على مصحف. اي حد معاه مصحف دي كارثه يعني، اي حد هيقتلوه. قال لها يا ست ازاي؟ خد المصحف وقبله ووضعه فوق راسه. الست دي بدات تنظر على الدوله على انها دوله كفاءه. انا الحقيقه بشكر حضرتك يا سياده الوزير ان حضرتك قلت المثال ده، لانه يحمل رسائل شديده الاهميه. صحيح رغم خطورتها لكنها شديده الاهميه، وانا مبسوطه ان القائم او يعني مؤسسه قائمه على الخطاب الديني تدرك الدلاله التي تحملها هذه القصه. الحديث دكتور محمد مختار جمعه يحتاج الى وقت كثير، لكن ان شاء الله يعني نجتمع مع حضرتك قريبا لتفاصيل اخرى. دكتور محمد مختار جمعه وزير الاوقاف، شكرا.